عايز اقول ان احنا يعني مش قدام انقلاب ناعم، قال عليه انقلاب ناعم بس هو مش انقلاب ناعم، احنا قدام مقدمات انقلاب عسكري كامل. الجانب الاجرائي فيه هو اللي شفناه لغايه دلوقتي، بس الجانب اللي على الارض اللي في الشوارع اللي في الميادين لسه ما شفناهوش. احنا بنشوف لغايه دلوقتي الاستعدادات للمساله دي. الاستعدادات للمساله دي واضح، القانون الضبطيه القضائيه اللي هو بيدي الحق لاي واحد من الجيش من المخابرات ولا من الشرطه العسكريه انه يقبض على اي حد مدني في الشارع، ده استعداد وما عملوش ده لسه، ده استعداد للمواجهات القادمه. طبعا حل مجلس الشعب، التعديلات الدستوريه اللي بتشيل اي صلاحيات من رئيس الجمهوريه، رئيس الجمهوريه سواء كان شفيق او مرسي مش هيقدر يدخل الحمام من غير اذن من طنطاوي، ما يقدرش يعمل اي حاجه، ملوش اي صلاحيات حقيقيه كرئيس جمهوريه. ده معناه انه المجلس الاعلى للقوات المسلحه هيظل رئيس الجمهوريه، هيظل القائد السياسي المتزعم السياسي للامور. لتامين نفسهم اكتر عملوا مجلس الدفاع الوطني اللي هيبقى فيه 11 جنرال من الجيش وسته مدنيين، وحتى السته المدنيين فيهم ثلاثه من اختيار لازم يوافق عليهم المجلس الاعلى للقوات المسلحه اللي هو وزير الدفاع ووزير الماليه ووزير الخارجيه. الداخليه والماليه والخارجيه اللي هم الثلاث مناصب مش من حق رئيس الجمهوريه اصلا انه يعينهم، المجلس الاعلى للقوات المسلحه لازم يوافق عليهم وبالتالي لازم هو اللي يعينهم. الحاجه الاخيره اللي تحضيرا للانقلاب هو انهم طرحوا شفيق من الاول، ودي نقطه مهمه جدا، طرحوا شفيق كمرشح للرئاسه وقدروا بالتزوير يخلوه يدخل جوله الاعاده، وقدروا واضح بكم هائل من التزوير انهم يحاولوا حتى لغايه دلوقتي انهم يقولوا ان هو المنتصر في الانتخابات. كل دي دلائل على انه المجلس الاعلى رافض اي تحول ديمقراطي في مصر، رافض حتى ادنى تحول ممكن يوازن سلطته مع سلطات اخرى. طبعا السؤال هو السؤال رقم واحد، ليه بيعملوا كده؟ ليه مش عارفين يوصلوا لصيغه توافقيه؟ ليه مش عايزين يعني يدوا اي تنازلات من اي نوع؟ والسؤال الثاني، ليه ايه اللي حصل في الثوره المصريه اللي يسمح لهم النهارده انهم يعملوا كده؟ هم كان بقى لهم فتره طويله جدا في حاله دفاع. الشعب هاجم، الجماهير هاجمه، القوى السياسيه الثوريه هاجمه، وهم طول الوقت يا اما بيعملوا تنازلات يا اما في حاله دفاع دائم. النهارده هم في حاله هجوم، موقفهم اتغير. ده معناه ايه بالنسبه للثوره المصريه وبالنسبه للفتره الجايه من الثوره المصريه؟ السؤال الاول، ليه بيعملوا ده؟ طبعا البديهي ان هم خايفين على رقبتهم، كل واحد فيهم عارف انه لو جه رئيس بشكل ديمقراطي حقيقي وخد صلاحيات كامله كرئيس جمهوريه، ولو في مجلس شعب حقيقي منتخب بصلاحيات كامله، الناس دي هتتحاكم وتدخل السجن، لان الناس دي جزء من المنظومه بتاعت حسني مبارك، معينهم حسني مبارك، جزء من منظومه الفساد اللي كانت موجوده وقت حسني مبارك، وعليهم قضايا من دلوقتي يعني لا نهائيه خصوصا طنطاوي، وبالتالي من البديهي انه يحاول يدافع عن نفسه بكل السبل الممكنه. بس التحليل ده مش كافي عشان نفهم اللي هم بيعملوه، لان هم ما بيمثلوش نفسهم، هم مش بيمثلوا مجرد قياده الجيش، هم بيمثلوا طبقه راسماليه موجوده ولم تمس حتى الان في الثوره المصريه. طبقه من رجال الاعمال، 1000 عيله بيملكوا كل الثروه في مصر، لم تمس ممتلكاتهم، لم تمس ثرواتهم باي شكل من الاشكال. جنرالات الجيش الكبار اللي ماسكين المجلس الاعلى للقوات المسلحه جزء من الطبقه دي. جزء منها مش بمعنى ان هم كجيش بيمثلوها، لا، جزء منها بمعنى ان هم متحكمين في 30% من الاقتصاد المصري اللي متشابكه مصالحه تماما مع طبقه رجال الاعمال الكبار من ناحيه، ومع شركات الاجنبيه خاصه الامريكيه من الناحيه الثانيه. ده على المستوى المحلي، ففي طبقه بتدافع عن وجودها في الفتره دي. الطبقه دي لا يناسبها اي شكل من الديمقراطيه، الطبقه دي لا يناسبها الا الاستبداد للدفاع عن مصالحها، لانها عارفه انه لو في ديمقراطيه حقيقيه ومحاسبه حقيقيه هتتحاسب، هتسأل عن الثروات اللي اتراكمت في وقت مبارك. كل كبار رجال الاعمال المليارديرات اللي في مصر
هيتحاسبوا وعارفين انهم هيتحاسبوا وعارفين انهم هيتحكموا لو في ديمقراطيه حقيقيه في مصر. فمن مصلحتهم استمرار تحكم الجيش وخصوصا المؤسسه العسكريه وخصوصا مجلس اعلى القوات المسلحه على الامور السياسيه في مصر. الحاجه الثانيه البعد الاقليمي والعالمي لدور المجلس الاعلى للقوات المسلحه. مجلس اعلى القوات المسلحه بيمثل مصالح امريكا من ناحيه ودي بديهيه في كل ادائه طوال فتره مبارك، وبيمثل مصالح السلام البرجوازي مع الكيان الصهيوني وامان وامن الكيان الصهيوني، وبيمثل مصالح امراء وملوك الخليج العربي. والحاجات دي مش حاجات بسيطه، وتشرح لنا قد ليه في صعوبه بالغه في تحطيم سلطه المجلس الاعلى للقوات المسلحه. المجلس الاعلى للقوات المسلحه الامريكان الادارات الامريكيه بتدافع عنه دفاع مستميت، الاداره الامريكيه اوباما بيدافع عنه دفاع مستميت بالفلوس، وبكل السبب الوحيد ان الجنيه المصري ما انهارش لغايه دلوقتي انه وراه السعوديه وامريكا. الكيان الثاني اللي بيدافع عنه الكيان الصهيوني بقوه وبعزم وبوضوح يعني بشكل علني ومش ضمني في جرايتهم وفي اعلامهم وفي تصريحاتهم وتصريحات وزراء الدفاع بالذات. الجانب الثالث طبعا السعوديه واموال السعوديه، لان السعوديه مرعوبه من الاثار الممكنه لو فعلا حصل تحول حقيقي في بلد زي مصر. فده نمره واحد، انه لازم نفهم انه الثوره المضاده دي مش مجرد تنطوي شويه جنرالات عايزين يحافظوا على رقبتهم خايفين من المحاكمات، لا هم بيدافعوا عن مصالح اكبر بكتير جدا من كده. وبالتالي لازم نفهم ان احنا لو عايزين الثوره المصريه تنتصر لازم تنتصر على الاعداء دول كلهم على بعض، لازم نفهم الصله اللي ما بين القوه دي وما بين بعضها. الثوره المصريه لو عايزين نشوف الجانب الاقليمي منها، الثوره المصريه لن تنتصر تماما الا بسقوط ملكه السعوديه، لو فكرنا فيها على امتدادها لا يمكن انه يفضل الخليج كما هو تحت امره الملوك والامراء والبترول وامريكا والثورة المصرية تنجح. هيخنقوها بالفلوس، هيخنقوها بالدعاية، هيخنقوها بالسلاح، هيخنقوها بكل الوسائل الممكنة. ففي بعد إقليمي للثورة المصرية مهم جدا، عشان كده امتداد الثورة المصرية، عشان كده اللي بيحصل في سوريا، اللي بيحصل في السودان النهاردة في غاية الأهمية بالنسبة لمستقبل الثورة المصرية. النقطة الثانية، لو احنا فهمنا الموضوع كده، النقطة الثانية هي ايه اللي حصل في الثوره المصريه اللي يخليهم قادرين انهم يعملوا الهجوم ده. كنا يعني من شهور كان عملنا ندوه هنا اهوت وقلنا ان لو ما تمش هدم جهاز الدوله في مصر الثوره المضاده هتنجح. ليه؟ لانه الثوره المضاده دي ما هياش مجرد حاجات على ورق، يعني الدستور بيقول ايه ولا المجلس الشعبي بيقول ايه، دي مصالح ناس موجوده في كل المؤسسات المصريه. المؤسسه العسكريه المصريه جزء من منظومه نظام مبارك. كل الوزارات وكل المؤسسات الحكوميه وكل المؤسسات اللي موجوده في مصر حكوميه وخاصه كانت مرتبطه ببعض. ما ينفعش ان احنا نسيبهم زي بعض كده، نسيب بنيه النظام كما هي ونتصور انه الثوره هتستمر. عشان كده حركه التطهير اللي كانت ابتدت مع بدايه الثوره، حركه التطهير في كل المؤسسات كان لازم تمتد، ولازم النهارده نعيد احيائها بكل الوسائل الممكنه لتطهير كل مؤسسات الدوله في مصر من بقايا النظام مبارك. وكان بدايه حصار عمليه التطهير ده هو المحاكمات مبارك والناس اللي حواليه. ان محاكمات مبارك والناس حواليه بدل ما تبقى محاكمات شعبيه ثوريه للناس اللي كانت بتقود النظام القديم تحولت للقضاء المصري كما هو بدون تطهير القضاء المصري. يعني نفس القضاء المصري اللي معين قياداته مبارك كان بيحاكم مبارك، فمش غريب ابدا انه الاحكام في الاخر تطلع زي ما طلعت. مش غريب ابدا ان اللواءات الداخليه يطلعوا براء كلهم، ومش غريب ابدا ان مبارك دلوقتي يتنقل لمستشفى العسكري ويرجع مكانه الطبيعي سواء بيموت او مش بيموت. يعني دي مساله ثانويه بالنسبه لنا. يعني بمناسبه موضوع موت مبارك من عدمه، يعني هلاقي انه
المصري اليوم وكذا جورنال من الجرايد الليبراليه ابتدت تتكلم دلوقتي على ان احنا لازم الرحمه والراجل كبير في السن وبيموت ومش عارف ايه. احنا بالنسبه لنا الحاجه الوحيده اللي نقدر نقولها الخساره الكبيره ان الراجل ده ما ماتش مشنوق في ميدان التحرير بعد محاكمه شعبيه ثوريه. ده كانت الوفاه الصح لمستبد دكتاتور زي ده، ان احنا نقعد نحزن عليه؟ لا مش هنحزن عليه، ومش هنحزن على غيره من المستبدين. واللعب على مشاعر الشعب المصري زي ما عمل وقت ما هو لما طلع يعيط في اخر الخطاب بتاعه يقول انا كبير في السن وعايز اموت في مصر ومش عارف ايه، هيحاولوا يستخدموها بقوه في الفتره اللي جايه، ولازم نواجهها بكل حسم وبكل وضوح. الملوك المستبدين، الرؤساء المستبدين، مصيرهم بالنسبه لنا المحاكمه والاعدام، ما لهمش مصير تاني، زيه زي اللي قبله وزي اللي بعده لو استبد. حاجه المهمه، فاحنا كاننا عملنا نص ثوره. معروف الشعار بتاع انه اللي يعمل نص ثوره بيحفر قبره بايده. ليه؟ لانك انت لما بتعمل نص ثوره بتسيب العدو، حتى لو العدو مش قادر يهجم دلوقتي، العدو بيقعد يستعد، العدو بيقعد ينظم صفوفه، العدو بيقعد يعمل تربيطات مع السعوديه ومع اسرائيل ومع الامريكان، العدو بيقعد يمول نفسه ويحضر نفسه بكل الوسائل الممكنه، جوه المؤسسه العسكريه، جوه الوزارات، جوه كل اجهزه الحكومه، طبعا جوه المخابرات، جوه الاجهزه الامنيه، الحاجه اللي الليبراليين بيسموها الدوله العميقه او القلب الصلب للدوله، بيستعد. وفي النهايه لان احنا ما كملناش المشوار للاخر، ما كملناش المشوار لهدم القلب الصلب للدوله، كانت النتيجه انه احنا دلوقتي بنواجه القلب الصلب وهو مستعد انه يهاجمنا. وكانت سياستهم واضحه، ارهاق الجماهير، ارهاق الشعب. عملوا حكومه الجنزوري عشان الحكومه الجنزوري تفضل تخلق ازمات اقتصاديه مصطنعه، تخلق مفيش بوتاجاز، مفيش بنزين، مفيش مش عارف ايه، مفيش كذا، تخلق حاله تخلي قطاع من الشعب اقل وعيا، القطاعات من الشعب الاقل وعيا تقف ضد الثوره، تبتدي تتحرك ضد الثوره، تقول احنا مش عايزين حاجه غير استقرار، تقول خلاص احنا تعبنا، يعني يا ريت كان نفع موضوع الثوره ده، ما واضح انه مش نافع، واضح ان احنا بنتعب اكتر في الثوره، فخلونا نرجع للنظام القديم، خلونا على الاقل يبقى عندنا الاستقرار اللي يخلينا نعرف نشتغل ونعيش. ودي سياسه واضح ان المخابرات حطتها من اول يوم من الثوره واشتغلت عليها بدقب وبصبر وبتنظيم شديد. قدام عدو زي ده طبعا كان مواقف الاخوان المسلمين ساعدتهم بشكل كبير جدا، لان الاخوان المسلمين بدل ما يكلموا كملوا المشوار ضد المجلس الاعلى للقوات المسلحه، تحالفوا مع المجلس الاعلى للقوات المسلحه. كانوا متصورين انهم ممكن، مش عارف كانوا متصورين ايه، كانوا متصورين انهم ممكن يتحكوا على المجلس الاعلى للقوات المسلحه، كان يقدر هنوصل لتوافق مع المجلس الاعلى للقوات المسلحه. فالمجلس الاعلى للقوات المسلحه قال لهم اهلا وسهلا، تعالوا نتفق، عايزين برلمان نعمل لكم برلمان، عايزين تاخدوا اغلبيه فيه خدوا اغلبيه فيه، مفيش مشكله. وطول الوقت ده هو عارف انه في اي لحظه البرلمان ده هو هيحلوا باشاره من طنطاوي. فكل التنازلات اللي عملها الاخوان للمجلس الاعلى للقوات المسلحه جاي على دماغهم وعلى دماغ الشعب المصري كله النهارده. مشكله الاخوان انهم غير قادرين على قياده الثوره للاخر. طبعهم الطبقي، طبعهم طبيعتهم تكوينهم السياسي والطبقي ما يسمح لهمش انهم يخوضوا في الثوره للاخر. ليه؟ لانه عشان تخوض الثوره للاخر محتاج تعبأ اكبر قطاع من الجماهير ممكن. لو هتعبى اكبر قطاع من الجماهير ممكن، يعني هتعبى الطبقه العامله المصريه بقوتها الاساسيه. الاخوان المسلمين تكوين متناقض طبقيا، قياداته من البرجوازيه، خيرت الشاطر وغيرهم كلهم كبار رجال اعمال، جزء ايضا من المنظومه القديمه. عايزين تغيير بس مش عايزين تغيير كامل. عايزين يجيبوا تنازلات من العسكر ويجيبوا تنازلات من النظام القديم بس مش عايزين يهدوا النظام القديم، لانه لو هدوا النظام القديم يخافوا على مصالحهم. لو كملوا المشوار الاخر يخافوا انهم ما يعرفوش يتحكموا في الجماهير والجماهير تكمل الثوره لثوره من نوع تاني، واتكلم عن النقطه دي. الناس طول الوقت بتتكلم عن الثوره المصريه على انها ثوره سياسيه، ثوره ديمقراطيه، ثوره عايزه تحول مصر من نظام مستبد
ديكتاتوري الى نظام ديمقراطي مستقر، في برلمان وفي نقابات وفي حكم محلي وفي رئيس جمهوريه منتخب والى اخره. بس ده بيغمينا عن جزء مهم جدا من الثوره، بيغمي علينا عن جزء مهم جدا من الثوره المصريه اللي هو جانب الاجتماعي من الثوره المصريه. الثوره المصريه ما كانتش فقط لغير من بدايتها ما كانتش فقط لغير ثوره ديمقراطيه، كانت ثوره اجتماعيه، كانت تتويج لحركه اجتماعيه قادها العمال المصريين من 2006 و2007 واتبلورت في 2011 يناير 2011 لثوره. عشان كده مطلب العداله الاجتماعيه كان موجود من اول لحظه في الثوره، مش حاجه جت بعد كده، مش المطالب ما كانتش زي الثورات او اللي بيسموها برتقاليه او ملونه او غيره، ثوره من اولها لاخرها ما فيهاش غير مطالب ديمقراطيه وتوما اتحققت الديمقراطيه بتقف. لا، الثوره المصريه من بدايتها كان فيها جانب طبقي، كان فيها جانب بيطالب بالعداله الاجتماعيه في قلب الثوره المصريه. وده يزقنا للعلاقه ما بين السلطه والثوره. اللي يتصور انه ممكن يحصل تغيير حقيقي في شكل السلطه في مصر، في بلد زي مصر، بدون تغيير في توزيع الثروه يبقى واهي. اللي متصور انك تقدر الجماهير يبقى ليها حقوق حقيقيه ولسه تركيز الثروه في نفس العائلات اللي ماسكه الراسماليه المصريه يبقى واهي، لانه في علاقه مباشره ما بين الثروه والتحكم في الثروه والتحكم في السلطه. اللي معاه الثروه اللي معاه المليارات هيفضل متحكم في السلطه طول ما هو معاه المليارات. مش ممكن تفصل ما بين الحاجتين دول، مش ممكن تفصل ما بين الجانبين دول من الثوره. عشان كده الليبراليين اللي يقول لك الديمقراطيه هي الحل، علاء الاسواني شخص انا بحترمه جدا وكل حاجه، بس مشكلته ان هو حدوده عند فكره الديمقراطيه، فاكر ان هو، وعشان كده تلاقيه حتى في مقالاته الاخيره بيهاجم الشعب المصري، يعني بيهاجم الجماهير كانها تعبت من الثوره والاخر. مشكلته في تحليله هو انه مش رابط ما بين الجانبين دول، مش رابط ما بين هدف اعاده توزيع الثروه في مصر كهدف اساسي وجوهري وما بين هدف تحقيق الديمقراطيه. مشكله الثوره المصريه انها لغايه دلوقتي لم تتحول لثوره اجتماعيه تعيد توزيع الثروه، وطالما ظلت في الحاله دي هتظل الثوره المضاده قادره على الوقوف في موقف الهجوم، او على الاقل قادره انها تدافع عن المتاريس بتاعتها. في نقطتين مهمين عايز اتكلم عنهم قبل ما نكمل. النقطه الاولى، في دلاله للارقام اللي في التصويت، يعني ايا كان موقف الناس اللي كان مقاطع، اللي كان مشارك، اللي راح يبطل صوته او الى اخره، في نقطه مهمه جدا انه النظام كان بيحاول بقوه من ساعه ما طرح شفيق انه من خلال اللعبه الديمقراطيه نفسها اللي هو حاططها يكسب. ورغم كل الحصار اللي هو عمله ما قدرش يكسب، يعني حتى بالتصويت ما قدرش يكسب. الوعي الجماهير ما سمحلوش انه يكسب المعركه بالانتخابات. لو بصينا على تصويت في الجوله الاولى، الاصوات اللي خدها عبد المنعم بفتوح والاهم حمدين الصباحي اكبر بكتير جدا من سواء اصوات الاخوان او اصوات احمد شفيق. حتى في الجوله الثانيه اللي واضح ان فيها كم تزوير هائل، هل انتم متصورين ان الاعداد اللي هم بيقولوا عليها اللي راح تصوت فوق 24 مليون يعني قد الجوله الاولى؟ اي حد راح اي لجنه في اي حته في مصر عارف ان ده كلام فارغ، انه لم تتجاوز الاعداد 10 مليون. حتى بكل هذا التزوير لم يتمكنوا، محتاجين يعملوا انقلاب حقيقي عشان يخلوا شفيق ده ينجح. حتى بالطعون اللي عاملينها، حتى الفرق في الاصوات ما بين مرسي وشفيق كبير لدرجه ان هم من الصعب جدا انهم يعملوا ده، غير لو ناويين على انقلاب كامل، يعني ان هم يعلنوا النتيجه في صالح شفيق من غير ما يقولوا ارقام ولا اي حاجه، خلاص كسب، خلاص مالوش دعوه بالتفاصيل. وده يوري انه وعي الجماهير، عشان كده مش المفروض الناس لا تحبط ولا تتلخبط تجاه اللي بيحصل، وعي الجماهير ما زال مع الثوره، ما زال مستمر، لم يرهق من العمليه الثوريه. ودي نقطه مهمه جدا، لو كان ارهق من العمليه الثوريه ما كانش حمدين صباحي خد 5 مليون صوت، لو كان ارهق من العمليه الثوريه
كان شفيق خد اغلبيه مرتاحه وخلص الموضوع على كده بالتزويد. ودي برده نقطه مهمه جدا للفتره اللي جايه من الثوره، يعني انه الامكانيات الثوريه اللي موجوده اكبر بكتير جدا من انها تخلي اي حد يحبط. النقطه الثانيه ودي مهمه جدا اتكلمت عليها شويه، هي طبيعه الاخوان المسلمين، انه في ناس بتعتبر انه مفيش فرق خالص ما بين حكم الاخوان المسلمين وحكم العسكري. من الناحيه الطبقيه لو بصينا على البرامج مفيش فرق، بمعنى انه البرنامج الاقتصادي بتاع محمد مرسي بتاع العداله والحريه ما يختلفش جوهريا عن برنامج حسني مبارك وبرنامج جمال مبارك. في واقع الامر برنامج محمد مرسي على يمين برامج جمال مبارك السابقه. الراجل عايز ياجر قناه السويس وبيتكلم على حاجات عجب العجاب، ما يعني حتى شفيق مش هيقدر يعمل اللي هو اللي مرسي بس الفرق، وده فرق مهم جدا، انه مرسي والاخوان ليهم قاعده جماهيريه، ليهم وجود في الشارع، ليهم قدره على التعبئه. الجيش والسلطه القديمه ملهاش الوجود ده. في فرق ما بين نظام معتمد تماما على الاجهزه الامنيه وعلى خلق حاله من الرعب في الشارع لتأييده، وما بين قوة مضطرة انها تبقى متذبذبة، مضطرة يوم هيهادن المجلس العسكري ويحاول يوصل لصفقات معاه، واليوم اللي بعديه هيعبق الجماهير في مليونيات ضده. لا يقدر يكمل التعبئة على طول ولا يقدر يكمل المهادنة على طول. لو كمل المهادنة على خط مستقيم هيخسر قواعده تماما ويخسر جماهيره وهيعزل. لو كمل تعبئة على طول يخاف من الجماهير، الجماهير تشيله ويبقى هو ومصالحه الطبقيه اتحصرت. عشان كده الاخوان المسلمين طول الوقت بيغيروا مواقفه، طول الوقت ما يقدروش ياخدوا موقف واحد. مش فكره ان هم كذابين وبس ولا منافقين ولا انتهازين وبس، فكره انه عليهم ضغوط متبادله، عليهم ضغوط من فوق وعليهم ضغوط من تحت. واللي ما يستفدش من التناقض ده يبقى بيعمل خطا جسيم، لانه في النهايه الجماهير اللي بتأيد الاخوان المسلمين والقواعد بتاعت الاخوان المسلمين هي جمهور لليسار المصري، هي جمهور للاشرافيين الثوريين، هي جمهور للثوره المصريه. احنا عايزين نكسبهم من الاخوان المسلمين، عايزين نكسب الجماهير دي من الاخوان المسلمين. لو اعتبرنا الاخوان المسلمين كلهم على بعض كده والحركه الاسلاميه كلها على بعض نوع من الفاشيه الدينيه، نوع من حركه واحده رجعيه قاتمه ظلاميه بكل الكلمات اللي بتستخدم ديت، يبقى مش هنقدر نكسب القواعد من القيادات، مش هنقدر نبقى قطب جاذب لقطاع كبير من الجماهير اللي بتأيد الاخوان المسلمين اللي هتشوف الموقف ده بيعاديهم هم، بيعادي الجماهير دي نفسها. كمان فكره التسميه دي بتاعت انه الاخوان المسلمين فاشيه دينيه فيها عدم دقه شديده في فهم ايه هي الفاشيه، ايه معنى الفاشيه. الفاشيه ظاهره اوروبيه ظهرت في العشرينات والثلاثينات من القرن الماضي كتعبئه برجوازيه واضحه ضد الطبقه العامه. ايه اللي حصل؟ اللي حصل انه حصل ثورات عماليه كبيره جدا، الطبقه العامله فرضت نفسها على الساحه السياسيه، الطبقه العامله هددت بوضوح مصالح البرجوازيه ومصالح الطبقه المتوسطه، فقدرت البرجوازيه الكبيره تعبأ قطاعات من الطبقه المتوسطه دي ضد الطبقه العامله. ضد الطبقه العامله بمعنى ايه؟ بمعنى استخدام السلاح واستخدام الهجوم المسلح على كل ما هو عمال، من اول النقابه للحزب العمالي حتى النوادي العماليه، لكل ما يمثل الطبقه العامله، لكل ما يمثل الطبقه العامله. ان احنا نستخدم نفس النموذج ده لفهم الحركات الاسلاميه المعاصره في بلد عالم ثالث زي مصر في عدم دقه شديده جدا. لازم نبقى لو عايزين نفهم بجد الواقع لازم نبقى بنستخدم المصطلحات بشكل دقيق وبشكل علمي. الحركه الاسلاميه واخوان المسلمين بالذات حركه رجعيه، بس حركه رجعيه قدرت انها تكسب قطاعات كبيره من الجماهير احنا عايزين نكسبها. حركه رجعيه قطاع كبير من الجماهير عنده امل انها هي اللي هتغير البلد في صالح الجماهير. الجماهير دي حركه متناقضه، ما ينفعش، ما هياش حركه فاشيه. اي حد يقرا اي حاجه عن النازيه في المانيا او الفاشيه في ايطاليا هيشوف بوضوح الفرق ما بين الظاهرتين.
ومن الخطأ الشديد التسوية ما بينهم. اللي يقول كمان انه مفيش اي فرق ما بين الحركة الاسلامية والعسكر في النهاية كأنه بيقول انه انا ماليش دعوة بالخناقة دي، دي خناقة ما بين قوتين الاسلاميين من ناحية والعسكر من ناحية تانية، احنا ملناش دعوة. كأنه واحد في ماتش ما بين الاهلي والزمالك وبيأيد السكة الحديد، قال وليد ده يا عم السكة الحديد مش بتلعب، السكة الحديد مش موجودة مش في الملعب. انت في المعركة دي الحالية ما بين حاجة بقيادة الإخوان المسلمين من ناحية وحاجة بقيادة المركز الأعلى للقوات المسلحة من ناحية. في المعركة على الأرض، مش هتكلم لا على برلمان ولا انتخابات ولا أي حاجة، في المعركة على الأرض في الشارع، سؤال بسيط، امبارح الإخوان المسلمين عملوا تعبئة ضخمة ضد المجلس العسكري وضده بشكل علني وواضح وصريح، يسقط حكم العسكر. هل المفروض إحنا كاشتراكيين وكسوريين نبقى جزء من التعبئة دي؟ نبقى جزء من الحركة دي ولا نقول لأ؟ دي بتاعت الاخوان ودي خناقه ما بين الاخوان والعسكر ملناش دعوه بيها. الرد طبعا انه اللي يقول كده، اللي يقول دي معركه ملناش دعوه بيها، في واقع الامر بيأيد العسكر ضمنيا، بيأيد العسكر ضمنيا، واقف في صف العسكر ضد الشعب المصري. ولازم نبقى واضحين وصرح على ده ونتناقش فيه لو اختلفنا فيه، بس لازم يبقى فيه الوضوح ده. اللي يقول ان معركه امبارح التعبئه بتاعت امبارح في كل ميادين مصر انه الاشتراكيين مش مفروض مثلا يبقوا موجودين لانه ده بقياده الاخوان المسلمين، يبقى بيأيد العسكر، يبقى بيعمل بالظبط اللي العسكر عايزينه، يبقى بيقعد يسمع الاراجوز وعكاشه ده في التلفزيون اللي بيقول لك الاخوان معاهم سلاح وهيعملوا مش عارف ايه، ومتاثر زيه زي اللي متاثر بالدعايه بتاعت الاراجوزات بتاعت المجلس الاعلى وبتاعت الاعلام الرسمي. عشان كده مهم جدا انه تحليلنا للحركه الاسلاميه يبقى واضح. برضو عشان اوضح تاني، لا الاشتراكيين الثوريين ما بيدعموش الحركه الاسلاميه، ما بيتحالفوش مع الحركه الاسلاميه، ما بيتحالفوش مع الاخوان المسلمين، مش واقفين في صف الاخوان المسلمين. انما في المعارك اللي فيها من جانب الاسلاميين ومن الجانب الثاني العسكر، احنا واقفين على نفس الجانب من المداريس اللي واقف فيها الاسلاميين، من غير ما نأيده، من غير برأياتنا المستقلة، بموقفنا المستقل، ببياناتنا المستقلة، بوجودنا المستقل، بتنظيمنا المستقل، بدعايتنا المستقلة، بلا أي تنازلات وبلا لحظة من السكوت على نقدنا للإخوان. لأنه في النهاية اللي حطنا في الوضع اللي احنا فيه ده الإخوان، هما اللي وصلونا ده، صفقاتهم مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة هي اللي سمحت المجلس الأعلى للقوات المسلحة إنه يتبجح علينا النهاردة ويحاول الانقلاب على الثوره المصريه. واللي بيدعي انه الاشتراكيين الثوريين بيدعموا او واقفين مع الاخوان، يبص على دعايتنا ومواقفنا طوال السنه اللي فاتت من الاخوان المسلمين. مش بس كده، يبص على مواقف الاخوان المسلمين مننا، وهيشوف انه يعني العداء ما بين الاشتراكيين الثوريين والاخوان ما ينفعش انه اي حد يخبيه، او كانت حاجه مستفزه جدا ان الواحد يشوف ناس بيتكلموا على الاشتراكيين الثوريين وكانهم متحالفين مع الاخوان المسلمين، في وقت الاخوان المسلمين مقدمين بلاغات فينا وعملوا حمله تشويه ضخمه ضدنا، وفي وقت احنا بنهاجمهم كل يوم تقريبا في بيانات متتاليه موجوده على الموقع بتاعنا اللي عايز يشوفها، ضد الاخوان المسلمين، ضد تنازلات الاخوان المسلمين، ضد مهدده الاخوان المسلمين للمجلس الاعلى، ضد البرنامج اليميني الليبرالي الجديد بتاع الاخوان المسلمين، ضد موقف الاخوان المسلمين من المراه، ضد موقف الاخوان المسلمين من الاقباط، ضد موقف الاخوان المسلمين من كبار رجال الاعمال، ضد كل التنازلات اللي عملها الاخوان المسلمين، ضد موقف الاخوان المسلمين من البنك الدولي، من صندوق النقد الدولي، من الامريكان ومن اسرائيل نفسها. اللي هم وعدوها الاخوان المسلمين انهم لو وصلوا للسلطه مش هيرفضوا معاهده كامب ديفيد ومش هيغيروا حاجه في معاهدات السلام، وما كانش في اي لبس حوالين مواقفنا في المسائل دي. دلوقتي محتاجين نفكر، احنا بنواجه انقلاب، انقلاب حقيقي ما هوش ناعم، انقلاب هيبقى عنيف وهيبقى في الشارع، والتحضيرات ليه واضحه، هنواجه ده ازاي؟ ده لازم يرجعنا للي ناقص الثوره المصريه. الثوره المصريه كان فيها جانبين، جانب اجتماعي، موجات متتاليه من الاضرابات العماليه، موجات متتاليه من حركات الاحياء الفقيره، موجات متتاليه من تحركات العاطلين، من تحركات كل القطاعات الفقيره والمضطهده في الشعب المصري من اجل العداله الاجتماعيه.
انما للاسف الجانب ده من الحركه لم يتم تنظيمه بعد، ينقصه التنظيم، ينقصه انه يصبح قوه في المعادله السياسيه، قوه في المعركه السياسيه، انه يبقى الطبقه العامله ليها تنظيمها اللي قادر يوحدها، قادر يوحد طليعتها، قادر يكسب القطاعات المضطهده الاخرى في المجتمع، سواء الفلاحين او فقراء الاقباط او النساء العاملات او كل القطاعات اللي ليهم مصلحه في استمرار الثوره. محتاجين نوحد كل القوة دي هيت، ومحتاجين تنظيم ينظم كل القوة دي هيت في ايد واحدة عشان نقدر نواجه بيها الثورة المباركة. ودي المهمة اللي علينا دلوقتي. لو بنفكر في ان الثورة المصرية تنتصر، وزي ما قلت النتائج بتاعت الانتخابات تقول ان الثورة المصرية ممكن فعلا تنتصر، في جمهور كبير لا بيأيد الإخوان المسلمين ولا بيأيد العسكر، في جمهور كبير بيدور على بديل ثوري، في جمهور كبير خصوصا في أوساط الطبقة العامة. لو تبصوا على الأصوات اللي خدها حمدين صباحي بالذات، لو تبصوا على جغرافية الأصوات اللي خدها حمدين صباحي، هتلاقوا إن قطاعات كبيرة من الطبقة العاملة المصرية، خصوصا القطاعات الطالعية، المصانع الكبيرة، الأماكن الصناعية الكبرى، إدت أصواتها لحمدين صباحي. ده كده، ده من غير لا دعاية ولا أي حاجة، بشكل يكاد يكون تلقائي ومباشر. ده معناه إنه فرصة بناء بديل ثوري حقيقي، بديل يكشف ويفضح قيادات الإخوان، وبديل في نفس الوقت يقدر يقف قدام المجلس العسكري، والأهم المجلس العسكري اللي ورا المجلس العسكري، الطبقة الاجتماعية والمصالح الاجتماعية اللي ورا المجلس العسكري. دي شروط الثورة المصرية الثانية اللي ممكن نقول انه بدايتها النهاردة، بدايتها مع انتهاء، بدايتها مع اعلان نتيجة الرئاسة بكرة، لو اعلنوها بكرة. لانه احنا هيبقى ايه المشهد؟ المشهد هيبقى بعد الثورة خلاص، خلصت كل الانتخابات، خلصت، مفيش برلمان، مفيش دستور، في رئيس بلا اي صلاحيات، كل السلطة في ايد المجلس الاعلى للقوات المسلحة، كل الثروة في ايد نفس الناس اللي كان في ايدها الثورة. يبقى ايه اللي اتغير؟ يبقى مفيش حاجة اتغيرت. يبقى الاستنتاج، في استنتاج من اتنين، في استنتاج الاحباط والاحساس ان الثورة المصرية انتهت، وده استنتاج ملوش اي اساس في الواقع على الاطلاق، وفي استنتاج تاني انه احنا محتاجين ثورة تانية، احنا محتاجين امتداد للثورة المصرية، احنا محتاجين تطوير للثورة المصرية، احنا محتاجين تعميق للثورة المصرية. والموجة الثانية من الثورة المصرية عليها تكمل المشوار للآخر، عليها تقوم بتفكيك جهاز الدولة المصري، عليها تقوم بحصار القلب الصلب للدولة المصرية، عليها تقوم بحصار الدولة اللي بيسموها الدولة العميقة، عليها تقوم بالإطاحة بأجهزة المخابرات والأمن اللي ماسكة البلد بقى لها أكثر من 50 سنة النهاردة، وحتى بعد الثورة متشبثة في السلطة بشكل عنيف، ولن لن يعني تتردد لحظة في انها تعمل حرب اهلية عشان تحافظ على دول. اعداء الثورة المصرية الحقيقيين، ومن غير ما نهزم دول، من غير ما نحاصر دول، مش هنعرف نتقدم خطوة في الثورة المصرية. واللي يشوف التعبئة بتاعت امبارح، مش بس تعبئة الاخوان، الحالة العامة اللي في الشارع، يعرف كويس جدا انه فرص انه يتم تطوير الثورة المصرية ودفع الموجة الثانية من الثورة المصرية، واللي ممكن نسميه الثورة المصرية الثانية، اللي لازم يبقى ليها، يبقى في قلبها الطبقة العاملة المصرية. ليه يبقى في قلبها الطبقة العاملة المصرية؟ ودي نقطة عايز بس اتكلم دقيقة عليها. طبق في كل يعني الشباب ممكن يملى الميادين، صحيح، ممكن يوقف الشوارع، صحيح، بس الطبقة العاملة، خصوصا الطبقة العاملة اللي في القطاعات الحيوية، قادرة على شل الدولة بالكامل. تخيلوا انتوا لو قعدنا نحضر لاضراب عام كامل في بلد زي مصر، بلاش في البلد كلها، في قطاع المواصلات في مصر بالمعنى الشامل، يعني النقل العام، السكه الحديد، المواني والمطارات. تخيلوا لو دول توقفوا عن العمل مع بعض، هل يقدر المجلس العسكري ساعتها يقف قدامهم؟ هيعمل ايه؟ البلد هتبقى اتشلت، الرأسماليه هتبقى اتشلت. القوة دي هي القوة الوحيدة القادرة على مواجهة الدولة العميقة، على مواجهة الطبقة اللي وراء المخابرات، وراء الأجهزة الأمنية اللي بتستعد النهاردة للدم،
وتاكدوا ان هم بيستعدوا للدم. الموضوع ما فيهوش هزار، هم بيحضروا الانقلاب كامل الاوصاف. ونبص بس على التاريخ، التاريخ مليان بمحاولات انقلابيه من النوع ده. الفرق هو ان الثوره المصريه ما هياش اي ثوره. الثوره المصريه شارك فيها من ناحيه الاعداد، ناحيه اعداد الجماهير اللي نزلت الشوارع، نسبه اكبر من الثوره الفرنسيه الكبرى في القرن في اخر القرن ال 18. شارك فيها نسبه اكبر بكتير من النسبه اللي شاركت في الثوره الروسيه اللي اطاحت بنظام القيصر واللي غيرت مسار التاريخ العالمي. يعني اكبر ثورتين في العالم، الثوره المصريه من ناحيه نسبه السكان البلد اللي نزلوا الشوارع اكبر بكتير جدا. ده معناه ايه؟ معناه ان توقعات الجماهير وثقه الجماهير في نفسها وثقه الجماهير في قدرتها على التغيير ضخمه جدا. غير يعني حاجه من الحاجات التاريخيه اللي ما بتحصلش كتير في العالم المعاصر. لازم احنا يبقى ثقتنا في الجماهير دي. كل اللي النهارده بيحبط معناه ان هو ثقته في الجماهير بتهتز، ودي حاجه مش من حقنا ان احنا نعملها لاي حد شارك في الثوره المصريه، لاي حد شاف الثوره المصريه على التلفزيون. مش من حق اي حد انه للحظه يشك في قوه الجماهير وفي قدرتها على الاستمرار وفي قدرتها على مواجهه بقايا دوله مبارك واستكمال الثوره المصريه. كل اللي علينا نعمله هو العمل بدأب وبإصرار على بناء التنظيمات الجماهيرية، بناء اللجان الشعبية، إعادة إحياء اللجان الشعبية، إعادة إحياء حركات التطهير جوه الشركات وجوه المؤسسات، بناء الحزب الثوري اللي يقدر يوحد كل الجماهير دي في كتلة واحدة ضد النظام. هم عايزين يبسوا حالة إحباط، هم عايزين يقولوا الجماهير خلاص تعبت ورهقت ومش هتقدر تكمل. احنا لازم نعمل العكس. عشان كده اللي يحبط ويقعد في بيتهم النهارده ولا يحس انه مفيش فايده ولا يحس انه الدنيا خلاص انتهت وهو شفيع هيبقى رئيس والجيش خلاص تحكم في الامور، بيساعد الجيش، بيلعب دور مضاد للثوره. مفيش مجال ومفيش مكان ومفيش وقت لا للاحباط ولا للتراجع ولا للخوف باي شكل من الاشكال. محتاجين نفضل في الشارع، محتاجين نفضل في المصانع، محتاجين نفضل في الاحياء، محتاجين نفضل في الجامعات وفي المدارس، بننظم ونشتغل عشان نقدر نكمل الثوره المصريه. محتاجين نعمل ده بشكل مستقل عن الاخوان المسلمين، مستقل عن القوى الاصلاحيه، مستقل طبعا عن القوى الليبراليه اللي النهارده بتبيع نفسها للجيش. يعني كتير من الليبراليين دلوقتي مبسوطين ان مجلس الشعب اتحل، يعني ما عندهمش اي مشكله مع مجلس الشعب اتحل، يقول لك لا هو مش دستوري. اللعبه الدستوريه، المتاهه الدستوريه، كان الدستور وكل كلام على الدستور ده كلام على ورق ملوش علاقه خالص بتوازن القوة على الارض. اللي بيحسم شكل الدستور، اللي بيحسم شكل البرلمان، اللي بيحسم كل ده هو توازن القوة على الارض. وده اللي احنا محتاجين نشتغل عليه، مش نغرق في تفاصيل. لا المناقشات بقى على الفضائيات، لا ده ما يبقاش دستوري، الفقيه الدستوري الفلاني يقول لك لا الحته دي مش دستوريه. الدستور لا يعنينا في شيء. اللي يعنينا توازن القوى على الارض، اللي يعنينا ان الطبقات المضطهده الفقيره اللي لعبت الدور القيادي في الثوره المصريه، اللي نزلت بملايينها الشوارع في مصر، تبني تنظيماتها وتبني وجودها من جديد في الشارع عشان تخوض الثوره الثانيه. الامكانيات، لانه احنا عندنا تجارب مثلا في اللجان الشعبيه مهمه جدا اتكونت، بس طبعا في ناس ارهقت وفي ناس تعبت. محتاجين نبث اكبر درجه ممكنه من الطاقه الجديده في اللجان المختلفه دي، الحركه العماليه والنقابات المستقله والروابط العماليه وكل الاشكال التنظيميه اللي تتبني من اسفل مش من اعلى، تتبني مش في غرف مداوله ما بين الليبراليين ومش عارف ايه وايه وايه، تتبني من اسفل بكل الوسائل الممكنه لمواجهه الثوره المضاده. لازم نوصل للطبقه العامله المصريه ولكل قطاعات من الجماهير انه لو العسكر انتصروا معناها انه الطبقه العامله بكل تنظيماتها فعلا هتواجه بنوع من الفشيه بقى اللي بجد. فعلا هتواجه بقوه، هتحطم نقابتها المستقله، هتكسر روابطها، هتقبض على النقابيين، هتقتل الثوريين، هتقتلهم في الشوارع مباشره، لا هتسجنهم ولا هتعمل. وده
فاشيه الحقيقيه، وده اللي احنا لازم نستعد له، وده اللي احنا لازم يبقى عندنا ثقه انه الجماهير المصريه قادره على تحقيقه. شكرا.